الذي حصل أن رابين قتل، شيمون بيريز فشل في الانتخابات، جاء نتنياهو وتعطل كل شيء. الانتفاضة الأولى غيرت في الجانب الإسرائيلي السياسي. بانهيار الاتحاد السوفيتي انهارت كمان كتلة عالم الحياد، فما لم يبقى إلا أمريكا. اتفاقية إعلان المبادئ استطاعت أن تعيد هذا أكبر مكسب القيادة إلى الأرض. نتنياهو لم ينفذ أي بند من اتفاقيات أوسلو سوى الخليل، تسليم الخليل إلى السلطة الفلسطينية. ما زلنا نعاني معاناة كبيرة من الأشياء التي أجلت، وفي على رأسها موضوع الاستيطان والقوة. الاتفاق لخمس سنوات فتح الأفاق للاقتصاد الفلسطيني، لخمسة وعشرين سنة ما في شك أنه بقيت الاقتصاد الفلسطيني. مواقف عديدة تروي كواليس أوسلو في الفيلم الوثائقي حرب العقول الجزء الثاني عبر شاشة تلفزيون فلسطين.